أباجور فيك. اوكي خلاص. السلام عليكم ورحمة الله. طيب شباب، مين متذكر وين وصلنا؟ هو نايمين. وين مين متذكر وين وصلنا يا شباب؟ تفضل يا عبود. همزة الحوطات تفضل. شو راح ناخذ اليوم؟ او بدي اسالك، مين متذكر وين وصلنا؟ انا مش اني شوي مش عارف شو اخذنا اخر مره، من المراجعه كانت ولا ايش؟ يا ندى تفضل. يا ندى كنا ناخذ الدرس الثالث كأنه الدرس الثالث. الكرة خلصناها. شوف، أنا مش متأكد صراحة، ناسية. والله كلكم ناسيين. طيب وين حجم الكرة؟ بذكر خلصناها والله أعلم، متأكد بس. عمر تفضل. يا عمر يوم الثلاثاء أخذنا السلام مراجعة. عليكم. هذا مراجعة صح؟ وين أخذناها وصلنا مراجعة المراجعة؟ أستاذ. متذكرين وين وصلنا ولا شو؟ ولا مفرمتين؟ فرمتين استاذ. فرمتين، ممتاز، يعطيك العافية. طيب يا رند. استاذ اتوقع عند حجم الدائرة. خلصناها بتذكر صح ولا ما خلصناها؟ انا هذا هو سؤالي. ما خلصناها. استاذ تقدر تعطيني اليوم مراجعة عشان بكرة عندي امتحان. طيب نعمل تصويت هسه بنشوف اذا اوكي. ثواني وين راح التصويت؟ شو رمى؟ شو هاي؟ شو التصويت هذا؟ شو بدكم؟ شو بدكم الحصة تكون؟ ايوه هاي طلع مفروض التصويت. استاذ انت قلت عن حجم الدائرة لان هذا الدرس طويل وحتخليه لبعدين. اخذنا ما يوم خلص. التمرين. فهمت عليك. ذكرت. اخذنا الحجم وظل سطح الكرة. ظل مسطح السطح يمكن صح؟ خلاص اوكي. طيب اوكي، الكل صوت ولا شو؟ قديش ظل عندنا؟ مين مش مصوت ولا الكل صوت؟ 100% تصويت، ممتاز. اغلبيه بده مراجعه. اوكي ماشي، مراجعه هسه. طب ماشي، السؤال القوي. امتحانكم باي وحده مشان نعرف لشو نعمل مراجعه يعني. استاذ انا الوحده السادسه والسابعه. السادسه والسابعه. السادسه، دقيقه شوي نرجع شوي لورا. ثواني، السادسه اللي هي الوحده التشابه. السابعه ثواني ثواني شوي. السابعة. نرجع. أوكي. الكل عنده السابعة يعني ولا إيش؟ لا انا استاذ السادسه والسابعه. طيب مين كمان عنده سادسة وسابعة؟ معلش الكل نزل إيده مشان نعمل، مشان أعرف من وين أبلش. معلش الكل نزل إيده. طيب مين عنده بالسادسة؟ شامخ عنده سادسة. هلا عندها سادسة. مين كمان؟ مريم. أوكي، 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 بس سادسة. طيب خلاص أوكي، نزلوا ديك والله لكم. السادسة الوحدة السادسة أخذ درس. الكل بالسابعة صح؟ شكله أغلبية سابعة. خلاص بنبلش بالسابعة، ناخذ الأغلبية بعدين نشوف. يظل وقتنا معنا وقت نرجع للسادسة. طيب نرجع وين الوحدة السادسة؟ دقيقة شوي. نعم أستاذ اللي السادسة والسابعة ما بتقدر ترجع يعني على السادسة كمان؟ حسب شوي، إذا ضل وقت هسه برجع لهم ما في مشكلة، بس بحسب. خلينا نمشي بالسادسة، بنمشي بالسابعة مبدئيا. تمام. طيب نعمل شير سكرين. ثواني شوي تحملوني. وين البورد؟ شير بورد. شايفين الكتاب هيك؟ 120. طب استحملوني ثواني، نظفر هاي، نجيب هاي هون.
شات من الغيوم. اوكي بس طبعا طيب يا شباب نجي هون السابعة. اوكي نبلش اول شيء حكينا عن اثبات توازن المستقيمات وتعامدها. اول معلومه حكيناها اللي هي الزوايا، ماشي؟ كان في عندنا شيء اسمه زوايا متناظره، شيء اسمه زوايا متبادله، وفي عندنا زوايا ايش المتحالفه. طيب وين راح القلم بس هاي ماشي. لو جينا طلعنا على هاي الرسم اللي هون، ماشي ثواني خلينا نكبر الخط شوي 130. اوكي حنيجي هون. الزوايا المتناظره، شو هي الزوايا المتناظره؟ الزوايا المتناظره احنا حكينا اول شيء تسترجعها يا يمين يا شمال. لو اخترنا اليمين عندنا 2 3 6 7، شو معنى متناظره؟ واحده فوق الخط وواحده فوق الخط الثاني، يعني اذا هاي فوق الخط شايفينها والثانيه برضه بتكون فوق الخط، معناته الاثنين والسته لهم نفس ايش القياس، تمام؟ طيب لو اخترت واحده تحت الخط يعني زي الثلاثه، مين الثاني تحت الخط اللي هي زي السبعه؟ معناته الثلاثه والسبعه ايش؟ برضه متناظره. خلصنا من الجهه اليمين، بروح على مين؟ على الجهه الشمال. فرضا انت اخترت الواحد اللي هي فوق الخط، ماشي؟ اللي فوق الخط القلب. مين راح تختار فوق الخط زيها؟ زي هذه الخمسه. اذا اخترت الاربعه راح تكون مينها؟ زيها زي الثمانيه. هذول سميناهم ايش؟ زوايا متناظره. تمام؟ بعدين رحنا حكينا في عندنا شيء اسمه الزوايا المتبادله داخليا. ماشي؟ شو هي الزوايا المتبادله داخليا؟ الزوايا المتبادله داخليا هي اللي بتعمل لك حرف زد. ماشي؟ اللي بتعمل لك هيك حكينا او بتعمل لك هيك. ماشي؟ طيب لو جينا وعملنا مثلا حرف زد هون، ماشي اطلع كيف بدي ارسمه، بدي ارسمه هيك هيك، معناته جوا حرف الزد في عندي اربعه وعندي ايش؟ السته، معناته الزاويه اربعه هي نفسها نفس قياس الزاويه سته. ماشي؟ طيب نروح بعدين على الجهه الثانيه، في عندي زي هيك عامله هيك وهيك وهيك، في عندي هون ثلاثه وفي عندي هون قديش؟ خمسه. تمام؟ برضه هذا طبعا بعرف انه هذا مش حرف زد بالانجليزي، بس يعني مطلوب، يعني لو قلبته شوي للجهه الثانيه تقريبا زيهم. فعندنا الثلاث والخمسه برضه نفس القياس، السبب هو ايش؟ زوايا متبادله داخليا. تمام؟ خلصنا من مين؟ من متبادله داخليا. بضل علينا ايش اسمه المتبادله خارجيا؟ شو معنى متبادله خارجيا؟ واحده من هون شايفين الواحد لو هيك واحده كثير بعيده مع واحده كثير بعيده تحت من الجهه الثانيه. مش على نفس الجهه، شايفين الواحد والثمانيه؟ لا ما بحكي عن واحد ثمانيه، بحكي عن واحد من هون والسبعه من الجهه الثانيه. او اذا اخترت انت الاثنين العكس على الجهه الثانيه هي مين؟ الثمانيه. تمام؟ طيب هاي خلصنا من مين؟ زوايا المتبادله خارجيا. بظل علي المتح، شو ظل علي انا؟ حكينا عن المتبادله، ظل علي متحالف صح ولا ايش؟ متبادله خارجيا متحالفه. طيب نيجي نشرح هون المتحالفه. المتحالف حكينا المره الماضيه حكينا لو هذا زي الخط الملعب صح هيك وهيك، مش هذا زي الملعب، هذا خط النص. الثلاثه والسته عملت فريق رايحات على الجهه اليمين صح، والاربعه والخمسه هذول فريق على جهه الشمال، فمعناته الزاويه ثلاث زائد اللي بفريقها اللي سته بيعطوني قديش؟ 180، والاربعه والخمسه بيعطوني برضه 180. تمام؟ هاي هذول ايش؟ الزاويتين. ما تظل شو سميناهم؟ زوايا متحالفه. طيب خلينا نروح نشوف امثله عليها. اوكي ننزل ننزل ننزل. اوكي ماشي، عندنا طبعا نظريه اسمها عكس مسلمه الزوايا المتناظره، يعني اذا انت لقيت زاويتين متناظرتين معناته شو هذا الكلام؟ الخطين بيكونوا متوازيين. ماشي نيجي هون. شو رايك بهذول الثنتين؟ انا اقرا السؤال. اذ توجد قيمه اكس، ايش هذا؟ نقرا السؤال. اوجد قيمه اكس التي تجعل الخط ام وان متوازيان. ماشي؟ شو يعني؟ بدي اخليهم بيساووا بعض، ماشي؟ مشان يكونوا زي بعض، معناته 2 اكس زائد 5 بتساوي قديش؟ 56. من 165 بدنا نخلص من 5 ناقص 5 ناقص 5 بتروح 2 اكس بتساوي قديش؟ 60. 2 على 2 الاكس بتطلع قديش؟ 30. ماشي؟ معناته الاكس قديش طلعت؟ 30. شو قيمة اكس التي تجعل الزاويتين متساويتين؟ 30. حاب تتأكد 2 ضرب 30 60، 60 زائد 5 65 طبعا زي بعض. اوكي طيب ننتقل على اللي بعده. بعرف بدي اشرح شرح بسرعه بس الله بعينكم، مش انه يعني انتم عندكم امتحان وبدي احاول اغطي الماده يعني اراجعها بسرعه. اوكي
نيجي هون نفس الفكرة، فش 2 إكس زائد 15 تساوي 135، ماشي؟ طيب نكمل. عندنا هسا إيش عكس النظريات؟ عكس نظرية، طبعا شو فائدة العكس؟ العكس بنستخدمه بالحل، يعني شباب النظرية العادية وعكس النظرية يعني ما في بستخدمها لأي شيء وهذا بستخدمها لأي شيء. فينتين بيساعدوني بالحل وفينتين بيستخدموني بالبرهان، فاهمين على كيف؟ يعني مثلا عكس النظرية قبل شوي هون، هاي شو احنا تعلمنا عكس النظرية الزوايا هاي المتناظرة استخدمتها بالحل، هاي فادتني بالمثال رقم واحد وبتفيدني بنفس الوقت اني ابرهن. فما بقدر اقول مثلا انه نفس النظرية هي للبرهان والنظرية العادية هي للحل، او العكس النظرية هي والعكس هي للأسف هذيك البرهان هذيك للحل. فاهمين عليك كيف؟ وعليكم السلام، اهلا يا احمد. صوتي مش واضح، مش عارف الصوت. اوكي اوكي مش عارف شو اعمل بالصوت. اوكي والله يعني اوكي مفروض 5G شبكين، ماشي اوكي. المس حكت انه اعلى وحده جابت بالامتحان 34 معناته يعطيك الله يعافيك اهلا. شامخ مش فاهم شو عيد اللي قلته، ماشي شامخ. ما بنقدر يعني النظرية، في عنا إيش اسمه النظرية العادية وفي عنا عكس النظرية، ماشي. ما بقدر أنا أحكي إنه مثلا النظرية هي للبرهان وعكس النظرية هي للحل، أو عكس النظرية هي للحل والنظرية الأصلية هي للبرهان. نستخدمها حسب الحالة، ماشي. إذا بدي أحل بستخدمها للحل، إذا بدي أبرهن بستخدمها للبرهان. لما أنا ما بقدر أضبط صوتي أكثر من هيك يعني مش عارف. افتح لي المايك. اوكي ايش مش عارف ليش هو بيحول عندي العربي مره. برفع ارفع ايدك وين بده يحكي هذا. اوكي يا اوبو ايش تقدر تحل المساله صفحات 70 اتحقق من فهمي هاي اكتب 2 اكس زائد 15 تساوي 135 وحلها. يعني عادي على معادلة عادية اكتب 2x زائد 15 تساوي 135 ناقص 15 ناقص 15 واخر شيء تقسيم 2 تقسيم 2. شكرا اهلا اهلا. طيب مالك تفضل يا مالك. مالك استاذ هسه انت راح تراجع كل الوحدة اليوم؟ ان شاء الله ما مش عليك، بدي احاول اكون سريع ماشي ان شاء الله. اوكي ماشي ننتقل للي بعده. عندنا عكس نظريه الزوايا المتبادله داخليا، اذا انت قدرت تلاقي زاويتين متبادلتين داخليا وفعلا لهم نفس القياس وثلاث الخطين بيكونوا متوازيات، ماشي. اذا قدرت تلاقي زاويتين متحالفتين برضو الخطين بيكونوا ايش؟ متوازيات. بنعمل مراجعه قديمه، احنا حاليا بالوحده السابعه. اذا قدرت تجيب زاويتين خارج متبادلتين خارجيين لهم نفس القياس بيكونوا الخطين ايش؟ متوازيين. نشوف عليهم امثله. اوكي الاثبات ماشي. الاثبات بالعاده الاثبات احنا بنحاول نرجع للمسلمه. شو قصدي المسلمه؟ اللي هي المسلمه احنا بنحكي عن الزوايا المتناظره. بالنوع الاسئله هاي بحاول ارجع للزوايا المتناظره. ما صوتي انا مش عارف وين. طيب ماشي ثواني تحملوني شوي لين افصل شوي المايك دقيقه. ثواني شو خلوكم معي. اوكي احنا بنعمل مراجعه للامتحان. نعم يا راد اللي هي الوحده السابعه. طيب مره ثانيه حكينا بطبيعه الاسئله هاي بنحاول دائما نرجع للمسلمه ماشي. طيب وهو شباب وعندكم خيارين. انا شايف كثير طلاب عندهم اسئله، يا بخليكم تسالوا يا بخليكم يعني يا بتسالوا يا بشرح، اما الثنتين مع بعض مش راح يزبط. طيب خلينا نعمل بول جديد شوي. باك دقيقة شوي كيف نعمل هون. ثواني والله شوي.
لا دقيقة شوي نرجع باك، بدي أعمل تصويت بس دقيقة مش عارف كيف أظبطه. لا 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 مش هذا، ثواني لا طول ما نرجع باك. طيب ثواني تحملوني بالله شوي. فما بعرف يعني، يا باخذ اسئله يا بشرح، اما الثنتين مع بعض بزبطش يعني، تو اشرح واللي بده يسال فشوي بصير عجقه، مش راح نعمل شيء يعني. طيب بدي انزل ايدين الجميع معناته واشوف قديش في واحد بده، قديش واحد بده يعني اشرح يرفع ايده، مش انه الخيار الثاني هو اني اخذ اسئله يعني. خلاص اوكي 24 25 26 خلاص يعني تقريبا فوق النص. اوكي خلاص خلاص شباب خلاص نزلوا دي. اوكي ماشي نرجع للشرح معناته. اوكي حكينا بالطبيعه الاسئله هاي بالعاده انا بحاول ايش ارجع للمسلمه الاصليه اللي هي خلينا نحكي اللي هي الزوايا المتناظره يعني هاي مع هاي تمام. اول شيء بحاول اجيب زوايا متناظره. شوف الكتاب استخدم هاي، انا بدي استخدم لك واحده ثانيه، فرضا انا بدي اجيب زاويه هون ماشي، وبدي اسميها الزاويه مثلا 2 ماشي. طيب ماشي يا ربع تقدر تسهلي. هاي خلينا نسميها الزاويه قديش 2 تمام. هسه الزاويه 2 والزاويه 5 لهم نفس القياس، ليش؟ مشان هذول ايش زوايا متقابله بالراس صح. اول شيء راح احكي انه الزاويه 4 هي نفس الزاويه 5، هذا معطى. ليش معطى؟ عشان اصلا بالسؤال طلع حكى لي 4 و5 زي بعض، هذا شو السبب؟ معطى تمام. بعدين راح احكي الزاويه 2 والزاويه 5 نفس القياس، ليش؟ زوايا متقابله بالراس، متقابله بالراس تمام. طيب شو بستنتج اذا انا قلت لك ال4 تساوي ال5 وال5 تساوي ال2؟ كانه بحكي ال4 هي نفس ال2 صح. ال4 وينها؟ الأربعة هي نفسها إيش؟ الزاوية 2 تمام؟ يعني إذا قلت الأربعة بتساوي 5 والخمسة بتساوي 2 ما هي إيش؟ ماشي مع بعضها، كأنه بقول إيش؟ الأربعة بتساوي 2. إحنا إحنا يا صبا إحنا بدرس صفحة 72 أوكي. حكينا إنه إيش هذول الزاويتين زي بعض ماشي. شو بستنتج؟ بما إنه هذول الزاويتين ها شو العلاقة بين 2 و4؟ شو العلاقة بين 2 و4؟ متناظرات ماشي. شو معنى متناظرات؟ معناته حسب المسلمة معناته الخطين متوازيات، معناته جي بيوازي اتش تمام. ايش جي حسب المسلمة تمام. طيب نمشي شوي لقدام ونشوف مثلا هاي نفس القصة، بدي احاول اجيب زوايا ايش متناظرة ماشي. طيب بحكي مثلا هون في عندي زاوية نحكي نسميها مثلا زاوية 2. اول شيء بدي احكي زاوية 1 تساوي زاوية 7 مشانها معطى، هيو بالسؤال حكى لي بسميها ايش معطى. بعدين راح احكي 1 و2 زي بعض ماشي. السبب 1 و2 زي بعض، السبب انهم متقابلات بالراس، متقابلات بالراس تمام. هاي 1 و2 متقابلات بالراس هاي. طيب شو بستنتج اذا 1 و7 زي بعض و1 و2 زي بعض؟ معناته 2 و7 زي بعض تمام. اوكي شو معنى 2 و7 زي بعض حسب النظريه؟ هذول شو العلاقه، شو العلاقه بين 2 و7؟ متناظرات صح. ما حسب مسلمه المتناظرات الخطين اللي هو جي و اتش متوازيات ماشي. طيب اوكي نمسح ونروح على بعد. ها ايش اول فكره هون حكينا عنها اللي هي الاثبات. طيب هل يمكن اثبات ان اي مستقيمات متوازيه اعتمادا على المعطيات؟ طيب اذا انا قلت لك 1 و2 بيساوي بعض 1 و8، وينها 1 و8؟ نختار لون احمر اي 1 و8 حكى لك هذول زي بعض ماشي. طيب اذا هذول زي بعض اول شيء شو العلاقه بينهم هذول الثنتين؟ العلاقه بينهم ايش؟ متبادلات خارجيا ماشي، متبادلات خارجيا صح، مشان واحده بعيده من هون وواحده كثير بعيده من هون تمام. كثير كويس. هسه اي خطين بيكونوا متوازيات؟ هسه الطلاب بالعاده بيخربطوا هون اني اختار A ولا B ولا اختار L ولا اختار M، ولا شيء. الموضوع كثير سهل، تروح عند الزاويه واحد بتحط عند عشان دويره صغيره ماشي، عند الزاويه واحد وبتروح بتحط
وبتروح بتحط دويره ثانيه صغيره عند وين؟ عند الام. ماشي، هيك نقطه من دويره نقطه خلينا نحكي يعني. طيب النقطه هاي شو لمست؟ لمست الخط ايه، والنقطه طبعا لازم تلمس خطين مختلفات، بضبطش اني اختار الخط ال، لانه الخط ال بيمشي بالثنتين، انا ما بدي اختار ثنتين، انا بدي اختار ايش؟ يكون خطين مختلفات، فمعناته راح اختار A وراح اختار ايش؟ B. معناته بما انه الواحد والثمانية زي بعض حسب النظريه اللي هي ايش؟ اللي هي عكس نظريه الزاويتين الخارجيتين المتبادلتين، ماشي؟ معناته ايش؟ الخطين A و B متوازيات، ماشي؟ طيب اللي ما فهم بدي احلله واحده ثانيه، مثلا ناخذ 7 و2، طيب 7 و2 نرجع نمسح ونشوف 7 و2. طيب وين 7 و2؟ هاي 2 وهاي 7، حلو. شو العلاقه بين 2 و7؟ هذول جايت حرف زد، صح؟ شو معنى حرف زد؟ متبادلات داخليا، ماشي؟ بما انهم الزاويه 2 والزاويه 7 زي بعض بسبب ايش؟ المتبادلات داخليا. طيب اي خطين متوازيات؟ انا ما بعرف شو بروح بسوي، بحط نقطه، هاي نقطه عند الخط هاي ونقطه وين؟ هون، ماشي؟ هاي لمست اي خط هاي وهاي لمست اي خط. بدي خطين مختلفات، مين خطين مختلفات؟ اختار ال، ال بيمشي بالثنتين، ماشي؟ بدي اختار خطين ايش؟ مختلفات، تمام؟ فمعناته بختار ال A وبختار مين؟ ال B، معناته راح اختار A وال B هم الخطين ايش؟ المتوازيات، ماشي شباب؟ اوكي. اوكي نكمل. ونفس المبدا هون، شو معنى 5 وينها راحت؟ 5 و9، 5 و9 وينها 9 راحت؟ هاي 9، هذول ايش؟ جايت على نفس الفريق، صح؟ جايت على نفس الجهه، صح؟ معناته ايش؟ هذول متحالفات على اي خطين؟ هون بدي احط نقطه وهون بدي احط نقطه، خطين مختلفات راح اختار ال والام حسب عكس نظريه الزاويتين المتحالفتين. نكمل. طيب حكينا هون في نظريه سريعه استخدامها مش كثير دارج يعني، خلينا نحكي بقول لك اذا انت اذا جبت خلينا نحكي طيب تقاطع مستقيمان لتشكيل زاويتين متطابقتين فان المستقيمين متعامدين، بقول لك اذا انت حكيت هاي وهاي زي بعض معناته على الاكيد في عندك زاويه 90، على الاكيد في عندك زاويه هون 90 وهون 90. اوكي نكمل. في عندنا نظرية ثانية، هاي نظرية القاطع العمودي، شو فائدتها؟ بذكر يوم شرحت لك اياها قلت لك اذا في عندك عمارة، ماشي، انت طابق وفي جارك تحتيك، ماشي، اذا انت هون مثلا ساكن بالطابق هذا وفي عندك جار تحتك، ماشي، فرضا في عندك شمعة، مش في العمارة عبارة عن شمعات، هاي بنص عمارة هاي تجي. اوكي اذا الشمعة عاملة عندك انت زاوية 90، مش هيك الشمعة مع القضية اللي عندك عاملة زاوية 90، طب الشمعة لما تكمل لتحت اكيد راح تعمل زاوية 90 مع جارك، صح؟ هنا نفس الشيء، نعتبر هذا الطابق، هذا الطابق الاول مثلا وهذا الطابق الارضي، ماشي، في عندنا شمعه بالنص، اذا هون عملت زاويه 90 اكيد راح تعمل زاويه 90 عند جارك تحتك، تمام؟ اوكي اكيد راح تعمل وين زاويه 90 او العكس، او العكس اذا انت قدرت تجيب ثنتين عموديه يعني زاويه 90 بزاويه 90 معناته الخطين شو بكونوا متوازيات، ماشي. نمشي شوي لتحت، هذا البرهان بذكر برهنا حكينا عنه، تمام؟ طيب نيجي هون نحل لنا كمان سؤال سريع سريع. ماشي، اول شيء هذا سهل، راح تحكي هون راح احكيها ذكر يعني، هون شو العلاقه بين 120 وال 3 اكس؟ متناظرات، راح تحكي 120 تساوي 3 اكس. شو العلاقه بين الزاويتين هاي هاي اللي هون واللي هون؟ هذول زوايا متبادله خارجيا، واحده بعيده من هون مع واحده بعيده من هون، راح تحكي اكس تساوي 180 ناقص اكس. اعذروني على الشرح السريع بس مشان عندكم امتحان بدي احاول ايش احكي بسرعه. طيب وبرضه نيجي هون، هذول برضه زاويتين متبادلتين خارجيا، هاي متبادله خارجيا مع مين؟ مع هاي، ماشي؟ فراح تحكي 3 اكس ناقص 33 تساوي، طبعا هون بدك تكمل حل، 3 اكس ناقص 33 بتساوي 2 اكس زائد 26، بتكمل برضه ايش؟ حل. طيب شو العلاقة بين هاي وهاي؟ هذول جايت حرف زد، طلع زوايا متبادلة، معناته ال 2x زائد 20 بتساوي 3x، وبدها كمل حل، تكتب ناقص 2x ناقص 2x، x بتساوي 20، ماشي؟ طيب
ننزل لتحت. اوكي نروح على الدرس اللي بعده. متوازي الاضلاع، ماشي. شو معنى متوازي الاضلاع؟ اول شيء بدنا نعرف متوازي الاضلاع هو هيك شكله، ماشي. من اسمه متوازي، يعني كل ضلع يعني اربعه متوازيات، هذا بوازي هذا وهذا بوازي، ماشي. هذا بشكل عام تعريف. اول نظريه تعلمناها بالدرس هذا حكينا انه كل ضلعين قبال بعض، يعني قول هاي من هون لهون هو نفس قول هاي من هون لهون، قول هاي من هون لهون هي نفس قول هاي من هون لهون، ماشي. كل ضلعين متقابلين ايش؟ متوازيين، ماشي. طيب بعدين حكينا عن النظريه اللي بعدها، كل زاويتين متقابلتين برضو متساويتين او متطابقتين، يعني الزاويه اللي هون هي نفسها راح تكون اللي قبالها، يعني لو قلت هاي 50 هاي 50 هاي 60 هاي 60، ماشي. برضو هون راح تكون وين نفس اللي قبالها على الجهه الثانيه، يعني مثلا 40 40 35 35 وهيك، تمام. ناخذ عليهم امثله وننزل لتحت. نيجي هون على المثال. اجى حكى لك اوجد قيمه اكس وواي في الشكل المجاور، حلو. انا ايش عارف انه هذا متوازي اضلاع، ليش عارف انه متوازي اضلاع؟ مش انه هذا الضلع بيوازي هذا، عليه اسهم سهم سهم، وهنا سهمين بسهمين معناته هذول برضه متوازيات، حلو. شو بستفيد من التوازي؟ بستفيد انه الضلع هذا هو نفسه راح يكون اللي قباله على الجهه الثانيه، تمام. طيب يعني بقدر احكي انه اكس زائد 4 بتساوي قديش؟ 12 ناقص 4 ناقص 4 قديش الاكس راح تطلع؟ بتساوي 8. هاي لقينا اكس، هاي لقينا اوجدنا ايش؟ اكس. نلاقي الواي، وين هالواي؟ هي هون، حلو. هاي زاويه راح تكون نفس الزاويه اللي قبالها، تمام. فراح احكي 5 واي بتساوي قديش؟ 65. تقسيم 5 تقسيم 5 واي بتساوي عندنا 10 15 3 15، ماشي. قديش اتاكد منها؟ لا اشوف انها بدت وانا خمس. هاي 5 واي مش 5 زائد واي، سوري 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 سوري. اوكي هاي 5، اوكي نمسح. هاي مش 5 واي، هاي 5 زائد واي. اكو راس يا نيجي هون، 5 زائد واي بتساوي 65، يعني ناقص 5 ناقص 5 قديش الواي؟ بتساوي 60. اوكي مع الشباب. اول شيء شو استفدنا من متوازي الاضلاع؟ اول شيء كنا نعرف انه متوازي اضلاع ولا مش متوازي اضلاع، بكون مرسوم هون عليه، شايفين هاي اللي هون الاسهم، هاي الاسهم معناته ايش؟ متوازي اضلاع هاي والتوازي هاي، واللي هون بتوازي هون، حلو. شو بستفيد من متوازي الاضلاع؟ بكتشف انه كل انا قبل بعض زي كل زاويتين جوا قبل بعض زي الفل، ماشي. طيب نمسح ونروح اللي بعده. هون نفس القصه راح تعمل، ماشي. راح تيجي تحكي، انا ما راح احلها بس راح اكتب لك اياها كتابه. راح تيجي تحكي انه هاي الضلع زي الضلع اللي قبله اللي هو 7، فراح تحكي 16 ناقص اتش بتساوي 7 وبتحلها، تمام. بعدين راح تحكي الزاويه هاي هي نفس الزاويه اللي قبلها، راح تكتب جي ناقص 5 بتساوي 65، وهون راح تحكي زائد 5 زائد 5 بتحلها، تطلع جي قديش؟ 70، تمام. حكينا عن اول اهم خاصيتين بالمتوازي الاضلاع، كل ضلع بعض زي كل زاويتين قبال بعض برضه مالهم زي بعض. طيب ننزل تحت، حلو. بعدين اخذنا نظريه ثانيه، شو فائدة هاي النظرية؟ راح برضو نستخدمها. يجينا حكينا إذا أنت قدرت أوكي كل ضلعين قراب من بعض، شايفين هذول أسف مو ضلعين زاويتين، كل زاويتين قراب من بعض مجموعهم قديش بيعطوني؟ 108، حلو. يعني X زائد Y بيعطوني 200، أو هذول الثنتين مع بعض برضو بيعطوني قديش؟ 180. ما حبيت تأخذها هيك تقدر، شو بدي أحط لك لون ثاني. إذا جيت جمعت هذول الثنتين مع بعض برضو بيعطوك قديش؟ 180، أو إذا مش حاب تجمع هذول مع بعض بيعطوك برضو 180، حسب بتشوف عليها مثال. وجينا حكينا اذا في عندك متوازي اضلاع واحده منهم قائمه، ها اذا قدرت تجيب واحده قائمه، او هو حكى لك بالسؤال ان هي قائمه، طلع هون هو حكي لي ان هي قائمه، معناته الباقيات كلياتهم ايش؟ قوائم. على السريع انت بتحكي انهم ايش؟ قوائم. بعيده كلامي هون. اذا اجيت وين راح اللون؟ اوكي. اذا اجاك حكى لك بالسؤال هي قائمه، معناته على السريع بتقدر تفترض الباقيات كلهم ايش؟ قوائم. نشوف عليهم امثله. النظريتين هذول. اوكي قبل ما نيجي هون راح نستخدمها، نستخدمها ماشي مشكله. نمسح. طيب نيجي نطلع على الشكل هذا، اوكي. اول شيء نقرا السؤال، بقول لك في الشكل المجاور اذا كان ال ام
ان بي متوازي اضلاع. حلو، هذا كله متوازي اضلاع. شو بس في متوازي اضلاع؟ حكينا انه حاليا اربع شغلات، كل ضلعين متقابلين متساويين او متطابقين، كل زاويتين قبال بعض لهم نفس القياس، تمام. وشو كمان استفدنا؟ حكينا انه اذا جمعت هذول الزاويتين اللي قراب 180 او هذول قراب 180 او قراب 180 او قراب 180 ماشي. واخر واحد حكينا اذا قدرت تجيب زاويه، اذا قدرت تجيب زاويه واحده 90 الباقيات كلهم 90 ماشي. نقرا السؤال، حكينا هذا متوازي اضلاع، بقول لك اوجد الزاويه بي ال ام. بي ال ام وينها؟ بي ال ام بده هاي كامله. حلو، بي هاي اقرا بي ال ام ماشي، بده هاي كامله. حلو، هاي كامله بدها تكون نفس اللي قبالها، صح؟ احنا حكينا مش هاي بدها تكون نفس اللي قبالها. طب اللي قبالها مجزأة، عباره عن جزئين صغار، اجمعهم احكي 66 زائد 42 تطلع قديش عندي؟ 8، وهون عندي 10، 108. حلو، معناته صارت الزاويه هاي ال قديش؟ 108 ماشي. حلو شباب، ماشي شباب. مره ثانيه طلبني الزاويه ال، مش انتوا بتبعثوا كثير مسجات وانا في الحق اقرا. استاذ ممكن اذا ما كملنا الوحده بنص ساعه تكمل معنا؟ ما راح نكملها بنص ساعة. يعني معنا ساعه ونص، احنا الحصه بتخلص تقريبا على 8 ماشي. اوكي اوكي، وين رند؟ اي رند تفضلي. رند المشكله اذا فتحت عليك المايك الكل بيصير يفتح. اي رند تفضلي. هذا بس انه هون هاي الخطه كلها اللي ايش؟ الخطوه الاولى اللي هو المثال الاول ما فهمته. اي مثال هسه هون؟ هسه شو عملت هون؟ هون لا لا استاذ، قبل شوي حليته المثال الاول. الاول وين؟ اي واحد؟ ها اي استاذ. طيب المشكله بديش اخربش الرسمه مشان ما صدق اطلع اكتبها. طيب الله بعينك اطلع عليها. انا راح احكي انه الاكس زائد هاي، الاكس زائد 4 بتساوي اللي قبالها ماشي. x زائد 4 بتساوي 12. فاهمين ليش عملناها هيك؟ لا. طب خصائص متوازي الاضلاع انه كل ضلعين قبال بعض زي بعض ماشي. يعني طول هاي من هون لهون ماشي، من هون من هون لهون بده يكون نفس اللي قبالها. يعني اذا هاي 5 سم هاي 5 سم، فهمت علي كيف؟ اذا هاي 12 هاي قديش بدها تكون؟ 12 معي؟ أيسر معك دقيقة بلا شوي بدي أشوف قصة الصوت شو. استاذ لا بسكر المايك عشان عندي إزعاج. ماشي لا ما فيش إزعاج. طيب ماشي يا رند. شوفي هسا حكينا كل ضلعين قبل بعض زي بعض، يعني إذا هذا 12 اللي قباله قديش بيكون؟ بتكون برضه 12. يا ريتاج المشكله انا احنا هسه بحصه مراجعه، مش يعني انا اوريدي الماده شرحتها، فاهم علي كيف؟ فاذا حابه ترجعي الشرح بالتفصيل بتقدري تلاقيه نازلات على الفيديوهات على اليوتيوب، فاهم علي كيف يا ريتاج؟ اما هسه انا حاليا بدي اعمل مراجعه سريعه اغطي الدروس يعني قد ما اقدر، مشان اللي درس بس هيك ترتيب افكار، فهمت علي كيف؟ ديما الصوت ما بقطع، انا هسه تواصلت معاهم اخوي. لا الصوت واضح. طيب صوتك واضح ما بقطع عادي. شباب اللي عنده مشكلة بالتقطيع الصوتي يقرب على النت على الراوتر ماشي، على الواي فاي. اوكي ماشي شباب. شوف يا رند، حكينا اذا هذا الضلع هذا بتكون نفس اللي قباله، فمعناته راح اجي اكتب انه الاربع اكس زائد 4 بتساوي اللي قبالها. شو قبالها؟ 12 ماشي، بيساوي بعض. بحلها ناقص 4 ناقص 4 بتنحل، اكس تساوي قديش؟ 8. وصلت؟ طيب نفس الشيء الزوايا، الزاوية هاي بدها تساوي اللي قبالها، فراح احكي 5 زائد واي بتساوي الزاويه اللي قبالها. شو الزاويه اللي قبالها؟ 65. 65 نخلص من مين؟ من الخمسه، ناقص 5 ناقص 5 واي بتساوي قديش؟ 60. 60 وصلت؟ يعطيك شكرا استاذ. لا مهلا. طيب زي ما حكيت اعذروني على شنو شرحي شوي سريع، بس بدي احاول اغطي لكم الماده. طيب نرجع للمحل اللي علقنا وين وصلنا، اجينا هون. اوكي اجينا حكينا يا شباب، اول شيء قال لي بالسؤال اوجد الزاويه اسمها بي ال ام. وينها بي ال ام؟ هيا بي ال ام، هاي حطيت عليها بالاحمر. حلو، ما كنتش عارف قديش هاي الزاويه، خليني امسح هون. ما كنتش عارف قديش هاي الزاويه، اجيت قلت طب حلو انا من خصائص متوازي الاضلاع بعرف اذا هاي الزاويه بدها تكون زيها زي اللي قبالها. المشكله شو؟ المشكله بقبالها،
لما جيت رحت عقبالها ما لقيتها. كيف يعني ما لقيتها؟ لقيتها مقسومه 66 و42، ما في مشكله بروح بجمعهم. جمعت 66 و42 قدرت طلعوا 108، معناته قديش هاي الزاويه راح تكون؟ 108. ماشي. طيب طيب حلو، نيجي وين على الفرع؟ هذا الفرع خلصناه تمام. بده الزاويه ال ام ان، خلونا نمسح هذول بالاحمر. بده ال، اوكي بده ال ام ان، وينها ال وام وان، بده هاي تمام. طب انا قبل شوي حسبت هذول قديش الثنتين مع بعض، حسبتهم مع بعض 108 صح. هسه الخصيه اللي قبل شوي تعلمناها نرجع باك، ايش الشرح نرجع هون شوفوا معي. تذكروا قبل شو حكيت لكم وانا طلع اوكي هاي، حكيت لكم اذا في زاويتين بجنب بعض اذا بجمعهم قديش بيعطوني هذول؟ 180. اذا انت قدرت تجيب ساعه ونص يا صفاء، اذا انت قدرت تجمع زاويتين بجنب بعض هيك بيطلع جوابهم لازم يطلع قديش؟ 180. ماشي. نرجع للسؤال قبل شوي حكيت لكم عنه هون، نرجع 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 اوكي. هسه شايفين هذول الزاويتين بجنب بعض ولا مش جنب بعض؟ جنب بعض صح. هاي مع هاي تمام، معناته اذا جمعتهم قديش بقدر اطلع؟ 180. خلينا نسمي هاي مثلا اكس. ماشي. فراح اجي احكي اكس زائد 108 بيساوي 180، معناته ناقص 108 ناقص 108 راح تطلع معي اكس تساوي 82. لا شو 82، 72. طيب راح تطلع معي قديش اكس؟ 72 تمام. مرة ثانية ليش استخدمنا هذه الطريقة؟ حسب النظرية الثالثة اللي تعلمناها، إذا في عندي زاويتين بالمتوازي الأضلاع قريبات كثير من بعض معناته مجموعهم قديش يعطيني 180. حلو؟ اللي مش فاهم هون شو صار بقدر أعيد له هيك، عملت أنا زي هيك فعليا شطبت اللي من جوا هذول الخطين شلتهم خلاص لغيتهم. 66 زائد 42 108. ماشي؟ وهاي كانت مجهولة قبل شوي، حسبتها إكس، قلت إكس زائد 108 بيساوي 108. ماشي. طيب اللي بعده طيب ديما ما اتوقع يكون فيه يعني. مش عارف هسه بنشوف الوضع مشان نقطع بالماده. طيب النظريه الخامسه اظن بتجي هون، يمكن الخامسه اوكي. حكينا اذا في عندنا متوازي اضلاع ماشي الاقطار جوا بنصف بعض، كيف يعني بنصف بعض؟ يعني اذا جيت وطلعت استاذ يعني الحرف اللي بالوسط هو بيكون الزاويه المطلوبه؟ نعم الحرف اللي بالوسط هو بيكون الزاويه. يعني مثلا كيو ار بي معناته كيو ار بي هيك، يعني بتكلم عن هاي الزاويه صح. ماشي شباب نرجع هون، بقول لك اذا في عندنا اقطار يا ارقم هاي صفحه 80 طيب، اذا في عندنا متوازي اضلاع الاقطار تكون ايش؟ بتنصف بعضها البعض. كيف يعني؟ يعني الطول من هون لهون مثلا قلت لك 2 سنتيمتر، معناته من هون لهون قديش لازم تكون؟ برضه 2. اذا قلت لك هاي 4 سنتيمتر، هاي قديش لازم تكون؟ 4. بنصفوا بعض، فهمتوا علي كيف؟ يعني انصاص. هاي هي نفس التكمله، يعني هاي 5 5 6 6، هاي مثلا قلت 2، هاي بتكون قديش؟ 2 تمام؟ صح. ننزل لتحت. هاي النظريه انا ما بحبش اشرحها مشان اصلا ما لهاش فائده، يعني مشان احنا اصلا بفجيك حلها ما راح اعتمد حل. طيب. اوكي ننزل لتحت شوي. نيجي هون. اوكي. إذا كان المتوازي الأضلاع فأوجد قيمة X و Y. X و Y. ماشي إذا زاد وقت ماشي راح أشرح لك إياها. طيب X و Y حلو. في عندنا أقطار، شو من أقطار؟ حكينا إنهم بيساووا بعض، إحنا قبل شوي حكينا إذا هاي مثلاً إيش هيك مع الخط. قبل شوي حكيت لك إذا هاي مثلاً 2 سنتيمتر، الجهة الثانية قد تكون 2 سنتيمتر صح؟ معناته الـ X بدها تساوي الثانية اللي هي 2x ناقص 8 صح؟ تمام معي ولا نمتوا؟ طيب ناقص 2x ناقص 2x بتروح x ناقص 2x بيعطيني ناقص x او ناقص 1x اذا بدك، ناقص 8 تقسيم بدك تخلص من مين؟ من السالب، يا بتضرب سالب 1 يا بتقسم على سالب 1 على سالب 1 بتروح x بتساوي قديش؟ سالب 8 على سالب 1 السالب والسالب بلغوا بعض بضل عندي الجواب قديش؟ 8. خلصنا من مين؟ من قصة إيش؟ الإكس. ماشي؟ طيب بقول لك هسا أوجد قيمة واي، نيجي نطلع واي. شوفوا لي هون. ما شرحت النظرية هاي اللي مش لغيتها يعني، بس يعني إنه قلت بحبش أشرحها هاي.
عشان انا بستخدم طريقه ثانيه اشوف هو معتمد على انه بدك تقسم المثلثات والتشابه والتناقض والتطابق قصدي كده. شوفوا معي هون ايش هذا، ليش صار عجقه يجي هون؟ ماشي هسه مش هذول حاطين متوازيين صح؟ شو من خصائص خطوط المتوازي؟ انا بعرف اني بقدر اجيب حرف زد. شو معنى حرف زد؟ زوايا متبادله داخليا ماشي. فاذا انت قدرت تعمل هون حرف زد هيك مع هيك مع هيك، شو معناته حرف زد؟ معناته الزوايا اللي جوا زي بعض. اذا قلت لك هاي 44 اوكي طلعت مشوهه على 44 اوكي، هاي 44 وهون عندي 4 واي ماشي، معناته هذول ايش؟ نفس القياس. معناته بقدر احكي انه 44 تساوي 4 واي، السبب زوايا متحالفه او زوايا متبادله داخليا، متبادله داخليا صح. طيب يعني تقسيم 4، تقسيم 4 الواي بتساوي قديش؟ 11. وما ضلش محل احطها اوكي، الواي بتساوي قديش؟ 11 ماشي. الكتاب ما واي استاذ قيمته ما فهمت عليك يا عز، ايش اللي للكتاب ما واي؟ اوكي ايش يا عز مش فاهم شو بدك؟ ارقى يا ارقى، احنا صفحه 80 81 مرة عز 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 ارفع ايدك عشان افتح لك المايك. اي عز شو مالك؟ شو الواي؟ لسيارة لسه من بعد اسبوعين ثلاثة مش عارف لسه مش هسه. السلام عليكم. اي عز وعليكم السلام هلا. ممكن تعيد شرح اجد قيمة واي؟ ماشي نمسح نلغي كل شيء نشرح واي من اول جديد. أوبس إيش هذا؟ أوكي جبنا العيد كبسنا كثير شغلات. طيب طيب إحنا بنعرف شو معنى متوازي أضلاع، هذا الضلع بوازي اللي قباله صح؟ وإحنا تعلمنا بالدرس الأول إنه في إذا في عنا خطوط متوازية بقدر أجيب حرف زد صح؟ إذا قدرت أجيب حرف زد شو معناته حرف زد؟ زوايا متبادلة متبادلة داخليا صح؟ طيب حلو هاي خلينا نرسم حرف زد. قدرت ارسم حرف زد؟ قدرت ارسم حرف زد. هاي شو جواته؟ جواته ال 44 وهو انا شوفي عندي 4 واي. حلو معناته هذول الثنتين ايش؟ بيساووا بعض يا ارقم العمري. احنا بصفحه 81 81 يا ارقم. نعم اللايف مسجل يا لما. هسه بحكي ال 44 بتساوي 4 واي ماشي يا عز. مرة ثانية هذول متبادلة داخليا، شو معنى متبادلة داخليا؟ إلهم نفس الجواب. بقسم على 4 بقسم على 4 بتروح الواي بتساوي قديش؟ 44 تقسيم 4 11. هاي يا أكرم ماشي أوكي بيطلع واي قديش؟ 11. طبعا هون بتنحل بنفس الطريقة بنفس الأسلوب. هون نجي نمسح. أول شيء راح تحكي أوجد X، ولا شيء راح تحكي هاي بتساوي هاي، فراح تيجي تكتب إنه 6X زائد 1 بتساوي 4X زائد 9 بتحلها. بعدين راح ترسم حرف زد هون وهون وهون. شو معناته حرف زد؟ زوايا متبادلة داخليا، يعني 32 بتساوي 8 واي، تقسيم 8 تقسيم 8 تطلع معاك قديش الناتج ماشي. طيب هاي آه ديما شو مش فهميته ديما؟ طيب من عيد يا شباب لان ما فهم. احنا قبل شايفين النظريه اللي قبل شوي حكينا عنها اسمها الاقطار اللي جوا زي بعض. نرجع 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 هاي هاي حكينا اذا في عندك قطر هون هاي بدي ارسم لك اياها بالاحمر. هاي من هون لهون هي نفسها من هون لهون تمام. شو انا نفسهم يعني لهم نفس الطول، نفس الطول او القياس يعني. طيب ننزل لتحت ننزل 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 هاي نيجي هون بدنا نطبق نفس النظرية. هاي هي نفس التكملة صح؟ شو معنى نفس التكملة؟ يعني 6x زائد 1 بيساوي 4x زائد 9 ناقص 4x ناقص 4x بتروح من هون بضل عندي قديش؟ 2x زائد 1 بيساوي 9 ناقص 1 ناقص 1 2x بتساوي قديش؟ 8 على 2 على 2 الx تساوي قديش؟ 4 ماشي. هاي طلعنا خلصنا من مين؟ من الاكس. بضل علي ايش؟ اجيب حرف الزد. قلنا لحتى تجيب الزوايا ارسم حرف زد ماشي.
خلينا نختار الأصفر مثلا، هاي نيجي نرسم هون حرف زد، هاي هيك هيك وهيك تمام. عملنا حرف ايش زد، هون عندي 32 وهون عندي قديش 81. شو معنى حرف زد؟ معناته زوايا متبادله داخليا. شو بستفيد من زوايا متبادله داخليا؟ لهم نفس القياس، يعني ان شاء الله لونه كثير فاهم. طيب 32 بتساوي قديش 8 واي تقسيم 8 تقسيم 8 واي بتساوي قديش 4. ماشي طيب نروح اللي بعده. طيب هيك نروح على التمييز متوازي الاضلاع الدرس اللي بعده. طيب ليش محرك انا الكتاب هذا هون شوي هيك بس دي هيك وقبل كنا نسد. ماشي ظهر هاي لمية وخمسة وعشرين. أوكي ننزل إيش ونشوف إيش تمييز متوازي الأضلاع تمام. طيب أوكي. أول شيء راح نحكي عكس نظرية الأضلاع المتقابلة في متوازي الأضلاع. مرات بنستخدمها للحل زي ما حكيت لكم، مرات بنستخدمها بالبرهان، فهو حسب شو بيجيك. ماشي يا أكرم تفضل. يا أكرم تفضل. عندي امتحان يوم الخميس الجاي. ماشي. وامتحاني بالوحدة السابعة والثامنة. تمام. الوحدة الثامنة شوي مش فاهم شي منها. طيب انت أول مرة تيجي معنا ولا شو ولا زمان؟ لا من زمان. طيب ماشي، احنا شرحنا بذكر بالوحدة الثالثة اللي هي الكرة بس ما خلصناها يمكن صح؟ بنخلصها يوم الثلاثاء. امتحان يوم الخميس اللي هو بيجي بأربعة خمسة. ماشي أربعة خمسة. طيب هو قديش لسه؟ الثلاثة هذا اللي بعد يومين بنكمل الكرة. ماشي اللي هي الحجم والمساحة تطحى تمام؟ هي تقدر ترجع على اليوتيوب إذا بدك. انت مفتاح اشتراك للمنصة ولا لا؟ ايش؟ عندك مفتاح اشتراك للمنصة؟ عندي. طيب ماشي هسه شوف عندك خيارين، يا بروح تفتح المنصة ماشي في حصة نازلة، يعني مثلا بتفتح الدرس مثلا هذا مثلا ترجع على التمييز متوازي الأضلاع موجود، بتفوت مثلا على الوحدة السابعة تفتح الدرس الثالث تمييز متوازي الأضلاع في فيديوهات مشروحة يعني أكثر من فيديو الدرس. أوكي بتحضر الحصص. هاي الحصص ماشي في عنا الحصص التفاعلية هاي اللي احنا بنشرحها اللي هي هذا اللايف. اللايف هذا بنزل على اليوتيوب مش يعني مش الرابط اليوتيوب تمام. اقدر اقدر اغير الاستاذ اللي بيدرس ولا ما بقدر؟ كيف yeah. الاستاذ الموجود بقدر اغير مثلا اي استاذ ثاني ولا بشو بضل؟ هسا اللايف انا بشرحه والرابط وعلى المنصه في استاذ ثاني بشرحه، فعندك خيارين يا بتاخذ شرح يا بتاخذ شرح الاستاذ هذا تمام. استاذ ما فهمتش كان قصدك ايش؟ طب هيك قلت لي ما فهمتش. ما فهمت ايش يا رند مش فاهم عليك. صح انت قلت البنات الناس ما هم مفتاح اشتراك. اوكي استاذ شو كمان قلت لي نسيت. مش فاهم عليك شو قلت ايش مفتاح اشتراك مش فاهم شو قصة مفتاح اشتراك. صح انت قلت اللي ما هم مفتاح اشتراك بيقدروا في حصص على المنصة نازلة في استاذ ثاني بيدرس مادة صف امين اسف ماشي اي حابب اذا مش حابب امثال تقدري معنا في القصص هناك تقدر تقدري على المنصه. اوكي استاذ ماشي. طيب اوكي نكمل. تمييز متوازي ايش الاضلاع. طيب عندنا اول نظريه اسمها عكس نظريه الاضلاع المتقابله في متوازي الاضلاع. طيب احنا قبل شوي احنا تكلمنا قبل شوي بالدرس اللي قبل شوي حكينا إذا في عندك ضلعين متقابلين بكون لهم نفس إيش القياس تمام. إذا في عندك ضلعين متقابلين بكون لهم نفس القياس بس ممكن نستخدم هذيك ماشي. إذا كان في عندك سوري صديق اليوم تعملنا سؤال اللي يفوز فيه تعطيه مفتاح أو خاصية مرشد. خليها أظل يوم الثلاثاء مشان اليوم إحنا مستعجلين مشان بدنا نشرح المادة. طيب هسه خاصية مرشد بأخذها كيف بتفاعلها؟ خاصية إيش؟ مرشد. خاصية مرشد هذا بدك تتواصل معاهم في أي رقم مش عارف بعثوه قبل شوي بالمسجات بتلاقيه
ماشي ارجع الله بعينك بالمسجات لورا بتلاقيه في رقم للاستفسار بترن عليهم بفهموك بالضبط شو تعمل. ماشي ماشي شباب نكمل الحل. حكينا فينا عكس نظرية الأضلاع المتقابلة في متوازي الأضلاع. حكينا حكينا عكس نظرية الأضلاع المتقابلة في متوازي الأضلاع. إذا لقيت أنت الضلعين قبال بعض زي بعض معناته الشكل إيش؟ يعني عكس الكلام. هنا أنت كنا نحكي قبل شوي خلينا نفتح البور. قبل شوي كنا نحكي إيش؟ كنا نحكي هذا أصلاً إحنا عارفين إنه إيش متوازي أضلاع. كنا عارفين إنه إيش متوازي أضلاع. واستنتجنا استنتجنا منه إنه هذا الضلع ماشي هو نفسه هذا وهذا حسب النظرية هو نفسه اللي قباله. ماشي هسه العكس بدنا نحكي. كيف بدنا نحكي العكس؟ انا مش عارف انه متوازي اضلاع. انا مش عارف انه متوازي اضلاع عادي في عندك شكل رباعي ماشي انا مش متاكد انه هذا متوازي اضلاع. بس شو عرفت منه انه هذا طوله زي هذا وهذا طوله زي هذا. ماشي طيب اذا عرفت انه هذا طوله زي هذا وهذا طوله زي هذا معناته شكل على الاكيد بده يكون ايش متوازي اضلاع. يعني بستج انه الشكل متوازي اضلاع مشان هيك سميناه عكس نظريه الاضلاع المتقابله المتطابق. ماشي طيب نرجع للوراء الكتاب نرجع هون. طيب يوم الثلاثاء اللي راح نكمل على الكرة القديمة. اوكي ماشي اول شيء حكينا شو معنى عكس نظرية الأضلاع المتطابق. اذا كان كل ضلعين قبال بعض زي بعض معناته ايش الشكل بده يكون ايش متوازي الأضلاع. كل زاويتين قبال بعض معناته شو السنتاج راح يكون انه الشكل متوازي ايش الأضلاع. طيب أنا برهان هذا برهنته مش راح أعيده يا شباب مش إنه يعني صراحة راح يأخذ وقت خير الله. ماشي اللي حاب يشوف البرهان يرجع يشوف لللايف اللي نزلناه لما كنا نشرح هذا الدرس. طيب مش فاهم كيف يعني يكمل عدد والطالب مش فاهم لك يا أكرم شو بدك في رابط عز الدين رابط لإيش يا عز ما بعرف يا يارا هيك احنا الاتفاق انه انا لايف وهو بشرح العادي. طيب في بريك يا رعد بس طول بالك. طيب المواطن 10 دقائق بيخلص البث هو بقول لك يعني ما ضلش كثير وقت يعني انت فاهم علي كيف لما كان خلص يا رعد خلاص 7 ونص صح مو زمان زمان كنا نعطي بريك عشان نصلي المغرب هسه لسه عند المغرب لسه الحصه تخلص على 8 مو على 7 ونص رمضان كانت 7:30 فبتخلص على 8 بتخلص على 8 نعم لأن هذا كان يحكي بشي كان بيقول انه تخلص 7:30 لا لا مش رخص لا طيب ماشي هذا برهان حكينا بشوفوه بالرابط اليوتيوب اوكي بعدين حكينا ايش في عنا الاقطار قبل شو حكينا اذا في عنا اقطار ايش بتنصف شو معنى شو راح استنتج العكس معناته راح استنتج انهم ايش متوازي اضلاع. في عندنا نظرية هون شوي غريبة ما فكينا عنها اللي هي أقول لك لو أنت قدرت تجيب متوازي أضلاع حلو مش قدرت تجيب سوري أنت مش عارف المتوازي أضلاع لسه حكيت هذا الضلع بيوازي هذا الضلع وكشفت إنه طوله نفس طول الثاني ماشي معناته شو الشكل بده يكون متوازي أضلاع أرسم الطريقة الثانية حكيت لك هذا بيوازي هذا تمام وحكيت لك طول هاي هو نفس طول هاي شو بتستنتج بستنتج انه الشكل متوازي اضلاع تمام طيب نكمل نيجي مثلا استاذ هو مكتوب عندي 36 دقيقه بتبلش بتخلص 37 لسه 37 معناته ما عدلوش على الوقت لسه ما احنا رجعنا زي قبل رمضان ساعه ونص ماشي هاي ريان طيب شباب نكمل هون اوكي اوجد قيمة X التي تجعل الشكل الرباعي المجاور متوازي ايش اضلاع. طيب يا فرح صوت ما بقطع يا فرح قربي على النت على الراوتر على الواي فاي. ريان شو مالك يا ريان هاي ريان تفضل ريان افتح ايش تفضل
احنا انت مايكر ايام استاذ هو بالامتحان بيجيب لنا تستخدم هاي مثلا ضلع مشترك او اس 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 ومكتوب لنا اياها تجيبها زي هيك ولا لا استاذ زي شو خليك معي اركان استاذ تفضل يا ريان استاذ هسه بالدرس اللي قبل الدرس الثاني هسه المفروض انا لما يجي بالامتحان اكتب شو اسمه الزوايا اسماء الزوايا والاضلاع شو السؤال بالضبط شو طبيعه السؤال بالدرس الثاني شو بدك اياه زي ايش بشبه ايش هسه انا لما اجي بدي احل السؤال هسه المفروض اني اكتب الاضلاع والزوايا اسماء الاضلاع والزوايا مش حسب السؤال فرجيني السؤال اللي قصدك عليه مشان هو كل سنه تختلفين في شيء تكتب في شيء يعني ما تكتب يعني السؤال اللي حليناه اخر شيء بالدرس الثاني الدرس الثاني يعني صفحه قديش 81 81 ماشي وين اي واحد فيهم عندك استاذ هساني مكتوب الزوايا اسماء الزوايا دي ام يساوي بي ام هاي مش زاويه هاي الضلع الضلع قصدي هسه المفروض يعني بالامتحان اني اكتب الاسماء هسه هو الحل النموذجي والحل الممتاز الرائع تكتب ماشي بس اذا ما قدرت تكتب عادي انت يعني مفهوم انه اكس بتساوي هي 2 اكس ناقص 3 فهمت كيف يعني بصير اني ابدا ما اكتبهاش حسب استاذ اشوف استاذك بالمدرسه كيف شرح لك مثلا اذا كان يكتبها معناته هي بتهم وين فهمت علي بتكون ضروريه بالنسبه له تمام شكرا يا فهمت علي اوكي نروح صفحه قديش قلنا 2 قلنا 8 6 طيب ماشي نجي وصلنا هنا ماشي طيب أوجد قيمة X التي تجعل الشكل الرباعي المجاور متوازي الأضلاع. حلو. بناء على الخاصية اللي تعلمناها قبل شوي من هون لهون هي لازم تكون بتساوي من هون لهون صح؟ معناته الخمسة X ناقص 8 بدها تساوي قديش؟ 3 X صح؟ طيب اعمل ناقص 3 X ناقص 3 X بتروح بصير صفر صح؟ 5 X ناقص 3 X قديش؟ 2 X في ناقص 8 سوري في ناقص ناقص 8 بتساوي قديش؟ صفر مشان الوضع راح زائد 8 زائد 8 يعني 2 اكس بتساوي قديش؟ 8 على 2 على 2 بتروح الاكس بتساوي 4 ماشي لقينا قيمة اكس اللي بتخليه ايش؟ متساويات طبعا شو النظرية اللي هي مش استخدمنا اقطار تمام مش استخدمنا اقطار المتوازي الاضلاع معناته حسب عكس نظريه الاقطار او المتوازيه استخدمناها حلينا الحل هذا اوكي طيب نيجي هون على الشكل هذا نمسح طيب لحتى اقدر احكي هذا الشكل متوازي اضلاع بده يكون كل ضلعين قبال بعض زي بعض صح معناته راح احكي انه 3x ناقص 5 بتساوي 2 اكس زائد 1 ماشي ناقص 2 اكس ناقص 2 اكس راحت 3 اكس ناقص 2 اكس قديش اكس ناقص 5 بتساوي 1 يلا زائد 5 زائد 5 اكس بتساوي قديش 6 لقينا اكس طب حلو شو النظريه اللي استخدمناها لو سالك استخدمت ايش اضلاع متقابله معناته حسب نظريه عكس الأضلاع المتقابلة ماشي استخدمنا إيش اللي قدرنا نحكي إنه هذول قبال بعض زي بعض تمام طب حلو هسه بدي أحل مين الثاني هاي مع هاي راح أجي أحكي زائد 2 بتساوي واي طيب شو المشكلة الإكس جزء هاي حسبناها قبل شوي راح أقدر أحكي 6 زائد 2 بتساوي واي يعني 8 بتساوي قديش واي وصلت شباب ماشي مثال ثلاثة ما فهمتش عليك أي مثال ثلاثة وين مثال ثلاثة كانت في بريك صلاة ولا لا إيش في بريك صلاة ولا لا أنا بس لسه في وقت طيب ماشي وين رحنا وصلنا اللهم صل على محمد أوكي مثال ثلاثة بدها أوكي اوكي خليني بس اتاكد هاي وصلت الكل دقيقه ايش طول بالك جينا حكينا هون على مثال هذا قبل شوي الكل وصلته اوكي ننزل هيك اوكي
كان مثال هون ماشي، انه كل حسب عكس الاضلاع المتقابله، حسب عكس نظريه الاضلاع المتقابله قدرنا نحكي انه هذا الضلع ماشي هو نفسه اللي قباله. اجي تقول 3x ناقص 5 بتساوي 2x زائد 1 فصلت طلعت x قديش؟ 6. احنا بدرس صفحه 87 يا ايه. بعدين x زائد 2 بدها تساوي y، تمام؟ x زائد 2 بدها تساوي y. عرفت انه الاكس بتساوي 6 مشان قبل شوي انا حسبتها، تمام؟ قلت 6، 6 زائد 2 8 وكملت حل. مثال ثلاثي يا هلا، مين هلا ولا مين سأل مش عارف. اوكي اوكي نرجع شوي لورا. قبل شوي تعلمنا انه هون حكينا قبل شوي الاقطار اللي جوا بتتكون زي يعني من هون لهون، من هون لهون هي نفسها من هون للتكمله، ومن هون لهون هي نفسها من هون لهون. حسب هذا الكلام بدنا نحل المثال هذا اللي معناته يجينا حكينا انه من هون لهون بدها تكون نفسها من هون لهون، فمعناته 5x ناقص 8 بدها تساوي قديش؟ 3x. ماشي نيجي بنحل، يلا ناقص 5x ناقص 5x، احنا بصفحه 86 راح وضل، فعندي سالب 8 بتساوي 3 ناقص 5x ناقص 2x على سالب 2 على سالب 2، بتروح من هون الاكس بتساوي السالب والسالب بروحوا 8 تقسيم 2 4. لسه ما ربع ساعه يا أرقام أكرم. طيب ماشي نيجي هون طيب، هذا صراحة حله شوي طويل وأنا شرحته باللايف، ف يعني اللي بده بروح بقدر يرجع للحصة اللي شرحناها. ماشي طيب، طيب هيك بكون انهينا هذا الدرس ونشوف اللي بعده. استاذ حل لي سؤال 3 بصفحة 88. 88 ما حليناه. شو 3 هاي؟ هذا مش متوازي اضلاع ولا لا متوازي. عن محلتنا مع حلته معانا حكت حسب التعريف. هذا السؤال من الاسئله المعجوقه بالكتاب، مش انه بقدر ارسم لك واحد ثاني وما يكونش متوازي اضلاع، فجيك كيف؟ مش هذا متوازي، هذا هيك هط، وفي عندي واحد ثاني، هذول متوازيات ولا مش متوازيات؟ انت شو رايك؟ مين اللي كان بيسالني؟ أنا يا أستاذ. طيب حمزة، شوف يا حمزة، هذا الخط وهذا الخط متوازيات؟ متوازيان. طيب كثير حلو، خلينا نمد واحد هون ونمد واحد هون. جيت أنا قلت لك هذا وهذا زي بعض، حلو؟ مقتنع؟ لو قلت لك هاي 2 سنتي هاي 2 سنتي مقتنع؟ والله يا حمزة شو؟ أنا ولا مش معنا؟ الصوت يقطع مش سهل. طيب ماشي بعيد مرة ثانية، أول شيء قلنا هذول خطين إيش متوازيات صح؟ بعدين قلت لك بدنا نمد خط نوصل من هون لهون، بدنا نوصل من هون لهون، وحكيت لك هذول مالهم زي بعض، مقتنع ولا مش مقتنع؟ لا لأن المعلومات غير كافية. هو معلومات غير كافية، وفي مدينا خط عادي ما في مشكلة، هذا وهذا زي بعض، ماشي فهمت علي كيف؟ فمعناته ما بتقدر تحكم عليه، أنت فهمت علي كيف؟ يعني مش يعني مش اكيد انه متوازي اضلاع، فهمت علي كيف؟ ممكن يكون شبه منحرف ترابيزي اللي هو شبه منحرف اظن. طيب دقيقة شو، اذا هاي الزاوية وهاي الزاوية زي بعض، والله ممكن دقيقة شو، اذا لو كبرتها اللي جوا لا برضه ما فيش، لان مرة ثانية كيف رسمته قبل شوي هيك هيك هيك، وهاي هاي ما فيش معلومات كافيه، فهمت علي كيف؟ ما بتقدر تحكم شبه منحرف الشكل، ما لها دخل، فهمت علي كيف؟ فما بتقدر تحكم عليه متوازي اضلاع ولا مبدئيا خطوه لك. طيب هو انا سهله، راح تحكي ايش؟ 3 واي بتساوي قديش؟ هاي
وبعدين راح تحكي هذول بيساووا ايش بعض. تمام، هون راح ترسم حرف زد قلنا من هون لهون وهون وهون، فراح تحكي ايش الأربعين بتساوي عشرة واي. تمام، او بعدين راح ترسم زد الشقلوب، قصدي هيك يعني هيك وهيك وهيك، فراح تحكي انه الخمسة وعشرين اكس بتساوي مية. تمام، نكمل. حالات خاصة من متوازي الأضلاع، الحالات الخاصة هي مستطيل مستطيل، ماشي نشوف متى بقدر أحكي عن الشغل إيش مستطيل. مستطيل فينا كثير خصائص إن أقدر أحكي عنه مستطيل، يعني مثلا إذا الزوايا أربعة، إذا الزوايا الأربعة قوائم بقدر أحكي عنه مستطيل. وإذا قدرت تحكي مثلا الزوايا القوائم قصدي قلنا إيش معناته هذا مستطيل. إذا الأضلع المتقابل المتوازي المتطابق بقدر برضه بسميه إيش مستطيل. وإذا الزوايا المتقابل المتطابقة برضو مستطيل، والمتحالف المتكامل متحالف يعني إيش مجموعة 180، وتراه ينصف كل منهما الآخر، وهاي أهم واحدة راح نستخدمها ماشي اللي هي الأقطاب. نرجع إيش النظرية، بقولك إذا عندك أنت مستطيل ماشي بكتشف إنه من هون لهون هو نفسه من هون لهون، ومن هون لهون هي نفسها من هون لهون ماشي، يعني هاي وهاي 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 يكونوا زي بعض يعني اثنين صاد اثنين اثنين اثنين. تمام، طيب نشوف نمشي عليها. طبعا الاثبات هذا اثبتناه بتذكر، فنمشي نمشي نمشي عشان نلحق نحل مسائل قبل ما تبدا الحصه ان شاء الله. طيب نجاوب، اذا اجيت انا قلت لك كيو اس يعني كيو اس كامله من هون لهون كامله، حكى لي قديش طولها 6 اكس زائد 14 و 9 اكس زائد 5 هي بتساوي ار تي، وهاي كلها قديش قديش 9x زائد قديش 5. تمام، وهاي قديش قلنا 6x زائد 14. حلو، هسه بناء على الكلام اللي قبل شوي حكينا الاقطار بدهم يكونوا زي بعض يعني من هون لهون هي نفسها من هون لهون، يعني بقدر احكي انه 9x زائد 5 بتساوي قديش 6x زائد 14. تمام، نيجي نحل ناقص 6x ناقص 6 ايش x بتروح من هون 3x زائد 5 بتساوي 14 ناقص 5 ناقص 5 بتروح لي من هون 3x بتساوي 9 على 3 على 3 الx بتساوي قديش ماشي. هون راح تعمل نفس الشيء تحت، اوكي ننزل تحت نمسح. طيب ام كيو وينها ام كيو، اوكي هاي كامل من هون لهون معطيني اياها. تمام، وبي ام برضه معطيني اياها، معناته ايش بده يكونوا زي بعض ولا شيء، بتحكي 5x ناقص 31 بتساوي 2x زائد 11 ومعادله عاديه بتحلها ماشي. طيب نمشي كي المعين، شو معنى معين يا شباب؟ المعين اهم خاصيه فيه انه ايش الاقطار هناك، ركز ما تخربط بينه وبين سوري المستطيل. بالمستطيل حكينا الاقطار زي بعض يعني طولها زي بعض، هون الاقطار ايش بيعملوا زاويه 90، شايفين هاي ما هاي بيعملوا لي ايش زاويه قديش 90، اوكي طيب بيعملوا لي قديش زاويه 90. الحل والمثال هسه بنحكي عنه بعدين. طبعا شو كمان في كمان نظريه له بيجي بحكي لك انه اذا انت قدرت تعمل اقطار هاي الزاويه اللي هون لو سميتها مثلا واحد هي نفسها راح تكون ايش الزاويه 2. تمام، ومثلا سميت هاي الزاوية مثلا 3 هي نفسها راح تكون قديش 4، واذا سميت مثلا هاي 5 راح تكون زيها زي ايش 6، والسبعة راح تكون زيها زي ايش زي 8. شو بنستفيد منهم؟ شوف لك المثال هذا اللي قبل شوي، اوكي نمسح. طيب يبين الشكل المجاور معين، حلو شو بنستفيد من المعين؟ قلنا 3 راح تكون زيها زي 4 والواحد راح تكون زيها زي مين؟ زيها زي ايش الاثنين. تمام، طيب حلو المعين شو شو كمان بنعرف احنا المعين؟ نعرف انه هذا زي هذا، يعني خذ لك المثلث هذا شو بدي اقسمه؟ طلع علي شو بدي اعمل؟ بدي احكي هاي وهاي زي بعض وهاي 120، وخلينا نسمي هاي الزاويه مجهوله اكس وهاي الزاويه مجهوله اكس، ليش اكس؟ حكينا هذا لما يكون في عندك مثلث هيك عامل
حلو، وهاي وهاي زي بعض. شو مثلا هذا مثلث متطابق الساقين، صح؟ مثلث متطابق الساقين، وهاي 120. شو من خصائص مثلث متطابق الساقين؟ انه هاي اكس الزاويه وهاي انهم نفس القياس. فانا راح اجي احكي 120 زائد اكس زائد اكس بتساوي قديش؟ 180. ماشي؟ طيب يعني 120 زائد 2x بتساوي 180 ناقص 120 ناقص 120 راحت من هون. 2x بتساوي 60 تقسيم 2 تقسيم 2 x بتساوي قديش؟ 30. ماشي؟ اوكي. جاز. تمام. بس والله اذا تسمح اذا ترجع تعيد المثال هذا. طيب ماشي بنعيد. هذا ايش؟ معين. شو معنى معين؟ هاي وهاي 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 زي بعض، تمام. هذا ايش؟ احنا بنعرف عن معين. وشو كمان بنعرف عنه؟ طلع هون احنا ها طلع هاي وهاي وهاي زي بعض، وبنعرف انه الزوايا 3 و4 زي بعض، وبنعرف انه 7 و8 ايش؟ زي بعض، تمام. نرجع ننزل وراح يجينا للرسمه هاي. يجينا حكينا اول شيء بما انه معين معناته ايش؟ كل الاضلاع زي بعض، يعني هاي وهاي 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 مالهن زي بعض، تمام. طيب شو كمان عرفنا؟ عرفنا انه هاي الارض الثلاثه زي هذه الاربعه، والواحد هي زيها زي مين؟ زيها زي الاثنين، هاي بتساوي بعض، تمام. طيب اجيت انا فصلت المثلث، طلع شلته هيك اخذته على جنب لحاله. هاي 120 هاي عليها شحطة وهاي عليها شحطة. طيب هذا نوع المثلث شو نوعه؟ اسمه مثلث متطابق الضلعين. شو بستفيد من مثلث متطابق الضلعين؟ بستفيد منه ان الزوايا تحت زي بعض. كيف يعني؟ يعني زي ما تقول انت عندك رجلين فنتين واقف انت على الارض، كل الزوايا عند رجليك تكون زي بعض، هيك مش كل واحد هيك عامل شيء. طيب فهاي راح تكون اكس وهاي شو راح تكون؟ اكس. ماشي؟ فمعناته شو مجموع زوايا المثلث؟ 120 زائد اكس زائد اكس ثانية قديش بيساوي؟ 180، تمام. 120 زائد اكس واكس 2x زائد 180، تمام. اخلص من 120 ناقص 120 ناقص 120 بتروح 120، بضل عندي 2x بدي اجي على جنب يساوي 180 ناقص 120 60 تقسيم 2 تقسيم 2 قديش الاكس تطلع؟ 30. اكس تساوي 30. حلو. الاكس اللي هي هاي معناته هاي قديش تكون؟ تكون 30، وهاي قديش تكون؟ تكون 30. طب وهاي قديش تكون؟ برضه 30 مشان اللي فوقها زيها، وهاي بدها تكون 30 ليش؟ مشان اللي فوقها زيها، تمام. طيب هون راح تعمل نفس الخطوات، راح تحكي 180 هاي سميها مثلا اكس، هاي سميها اكس، بعدين راح تحكي 118 زائد اكس زائد اكس بيساوي 180، تحسبها تطلع معك اكس. طيب نيجي على المربع، هلا حكي نخلص المربع. اوكي شو فائده المربع؟ المربع شوف جاي بالنص بين المستطيل والمعين، مش هو حاله ايش بالنص؟ يعني اذا انت جبت شكل وقدرت احكي هذا الشكل مثلا مستطيل، ماشي، او يعني قدرت جبت شكل معين واستخدمت خصائص المستطيل زبطت عليه، وزبطت عليه خصائص المعين. اذا ضبطت ضبط المعين وضبط المستطيل معناته شو الشكل؟ شكل بيندمج وبصير شو اسمه؟ بصير اسمه مربع. شفتيني بيندمج؟ طلعوا علي هون وين راح مثال انزل. اوكي نيجي على المثال هذا اليوم. اوكي اول خاصيه عندي احكي لك الاقطار شو مالها؟ متطابقه. كيف يعني؟ هذا من هون لهون هو نفسه من هون لهون. هاي خاصيه مين؟ هاي خاصيه المستطيل، معناته هذا الشكل بقدر احكي عنه ايش؟ نعم هذا مستطيل، هاي صح. حلو؟ قدرت احكي عنه ايش؟ مستطيل. شوف لي الخاصيه الثانيه، عملات زاويه قديش؟ الاقطار هذول عملات زاويه 90، مين بيعمل زاويه 90؟ المعين. معناته بقدر احكي عنه ايش؟ معين. معناته هسه الشكلين بما انه هو مستطيل وبنفس الوقت هو معين، بقدر ايش يندمج وبقدر اسميه ايش؟ مربع. ماشي؟ طيب شو رايك بهذا؟ هذا بما انه يعني ما بقدرش احكي عن المربع فبده يكون ايش؟ بده يكون معين. ماشي؟ ليش؟ مش انه الاضلاع هاي وهاي 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 متطابقه.
أستاذ، إذا المعنى عادي تشرح لنا الدرس السادس، الوحدة السادسة قصدي. والله شكلنا ما راح نلحق الدرس السادسة، بس أستاذ بس بدي الدرس الأخير لأنه هذا جايب الامتحان، مش فاهمة. شوفي يا رن، إذا ما بتلحقي يا بتفتحي المنصة وبتفتحي الفيديوهات، فهمت علي كيف؟ الله بعينك، أو بتفتحي اليوتيوب لما إحنا شرحنا أيامها وترجع بتشوفيها. يعني أستاذ نزل على اليوتيوب؟ آه منازل. الدرس أي واحد؟ السادس، الدرس السادس بالوحدة السادسة؟ آه هذا قديم أكيد نازل. الدرس الثالث بالوحدة السادسة، الوحدة السادسة ثلاث دروس بس. الوحدة اللي قبل هاي صح قصدك؟ آه هذا نازل أكيد، هذا قديم. تمام. أوكي. أوكي ماشي، نكمل. سؤال 20 أستاذ، ممكن تحل سؤال 20 مسألة الدرس؟ ماشي، هاي السؤال 20. شوف اليوم، وحدد ما إذا كان متوازي الأضلاع في مائة مستطيل معين ولا مربع، مبرر إجابتي ثم جد X و Y. طيب بما أنه زاويته 90 ماشي، معناته إيش؟ راح يكون مستطيل ماشي. طيب أوكي، نشوف هسا اللي جوا هاي الأقطار. إذا الأقطار متساوية خلينا نشوف، يعني بقدر احكي 4x زائد 10 بتساوي 5x ناقص 20 تمام، ناقص 4x ناقص 4x بتروح من هون، بضل عندي 10 بتساوي 5x ناقص 4x قديش؟ x ناقص 20 زائد 20 زائد 20، راحت الx بتساوي 10 زائد 20 قديش؟ 30. ما تقدرش تطلع معي x، تطلع معي 30، والشكل هو ايش؟ مستطيل. ليش مش معين مثلا؟ مع الزاويه هون مش 90، بقدرش احكم عليها انها هاي اللي هون مثلا انها 90، ما حدا حكى لي انها 90، فهمت علي كيف؟ معناته ايش؟ راح يكون مستطيل. شو معنى مستطيل؟ الاقطار زي بعض. شو استفدت من المستطيل؟ قدرت احكي انه هاي هي نفسها هاي، فمعناته ايش؟ بقدر احكي انهم ايش؟ زي بعض، هاي وهاي بيساووا بعض. خليتها بناء على هذا الكلام. طيب نمسح وانا شوي. طيب تفضل يا ريم. استاذ نعم، ممكن تشرح لي كيف هذا صار مثال 4 صفحة 95؟ طلعت ورجعت 95. هاد. طيب هذا اول شيء قدرنا ايش عملنا فيه؟ مثلث متساوي الساقين، مش انه هاي وهاي زي بعض، كلهم زي بعض. شو معنى معين؟ يعني هاي وهاي وهاي كلهم زي بعض تمام. قلنا هون في عندي مثلث حلو، يعني فصلت الشكل عن تحته، هاي 120 وهاي وهاي زي بعض. شو نوع المثلث هذا؟ متثلث متساوي الساقين او متطابق الساقين او الضلعين. شو من خصائص مثلث متطابق الضلعين بستفيد؟ بستفيد انه الزوايا اللي تحت زي بعض، زي ما تقول انسان واقف هيك على الارض صح، الرجلين اللي تحت بتكون لهم نفس الزاويه تمام. اذا هاي اكس معناته الجهه الثانيه بتكون قديش؟ برضو اكس. طيب شو مجموع زوايا المثلث؟ 180. راجع احكي 120 زائد اكس زائد اكس بتساوي قديش؟ 180. هسه 120 اكس واكس 2 اكس تمام، ناقص 120 ناقص 120 راحت من هون، الاثنين اكس بتساوي قديش؟ 60 تمام، على 2 على 2 اكس بتساوي قديش؟ 30 تمام. يعني هاي 30 وهاي قديش؟ برضو 30. ومن خصائص اللي قبل شوي تعلمناها من هون، حكينا اذا هذول هون الثلاثة والأربعة زي بعض والسبعة والثمانية زي بعض صح، معناته صح. اذا هاي 30 الأربعة قديش تكون؟ زيها زي اللي فوقها برضه راح تكون 30. وهي برضه راح تكون قديش؟ 30. 30 وصلت. طب استاذ، طب ليش هون حطوا لنا في المثال القياس الزاويه 1 زائد قياس الزاويه 3 وتحت صارت 2 الزاويه 1؟ يعني هاي اكس اكس زائد اكس 2 اكس، يعني اعتبري هاي زي اكس. وصلت؟ وصلت. طيب ماشي ماشي اوكي. ماشي شباب، نكون اليوم هيك انهينا. اعذروني ما قدرش اخذ اسئله الجميع، زي ما انتم شايفين الوقت كان كثير ضيق.
وإذا حدا عنده، إذا حدا ما خلص المادة بيقدر يشوف فيها فيديوهات المنصة أو بيقدر يرجع يشوف اليوتيوب الفيديوهات اللي على اليوتيوب. وموفقين إن شاء الله بامتحانكم، ونشوفكم إن شاء الله في لقاء قادم. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك.